حكمة اليوم تقول إنها اليوم على لسان عمر بن الخطاب هذا العبقري الكبير. قال: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا كلام كبير حكيم عاقل واعي، يعني نريد تفسيره وترجمته إلى ماذا يقول عمر. يقول ابن الخطاب إن العاقل ليس من يعرف الخير من الشر، فقد يعرفه الطفل الصغير أو الإنسان قليل الإمكانيات أو اللي ما عندوش الملكات الفكرية الكبيرة، لكن العاقل عند عمر الذي يعرف خير الخيرين، يعني فقه الأولويات، فقه الموازنات، يعني جلب المنفعة أو دفع درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. هذا حجر بناء في فقه المقاصد يضعه عمر، أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين فيقارن بينهما، يعني بعض الشر أهون من بعض، يعني في شر أهون من شر، فاختر أقل الشرين إذا اضطريت أن تختار أقل الشرين. سبحان الله، لكن لا يجب أن تختار الشر، لكن إذا اضطررت إلى أمر فماذا تختار؟ سبحان الله. وعند الخير انظر إلى خير الخيرين، ما الذي يعود عليك وعلى غيرك بالنفع والصلاح، فاقصد ورتب أولوياتك واجعل نفسك ذكيا فطنا. فالمؤمن كيس فطن. إن العاقل من لا يعرف أو من يعرف الخير يفرق أو يقارن بين الخير والشر، ولكن العاقل الحقيقي عند عمر رضي الله عنه وعند الحكماء والصالحين الذي يوازن في المسائل خير الخيرين وشر الشرين. جعلنا الله وإياكم في دائرة الخير وأهله، وفتح لنا أبواب الخيرات، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.